اولا مس قبل اي شيء خد يا باشا ما زعلتش جزئيه مش معنى انك تسجل عصبيه خلاص يعني هرد على 3 4 نقط. اتفضل يا فندم. جزئيه اني كابتن حسام غالي عرف ان في مشاكل جوه الفرقه فاتكلم ده رقم واحد فيها. النادي الاهلي لا سيستم, بس الاستاذ يحيى ما غطاش النادي فما يعرفوش سيستم النادي. طب انا هكمل لك سيستم النادي الاهلي. الجزء بتاع هو النادي الاهلي, استنى بس قبل ما نكمل, هو النادي الاهلي لا 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 هو عنده سيستم طبعا. انا راجل هو النادي الاهلي مستني يعني مستنينا نشتغل فيها عشان نعرف سيستم النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي معروف للعالم. انا ما بتكلمش على شغل, بتكلم على انا اقصد لا معلش الجمله دي اعتقد اقصد فيها ايه, انه الاهلي كده كده معروف ان هو سيستم رائع من سنين لاي حد حتى ولما في مشكله ولما حصلت قبل كده مشكله ما بين موسيماني. هرد على النقطه لاخويا برضه يحيى عشان بس مشكله ما بين موسيماني والكهرباء مش كان السيستم موجود ولا يعني كانوا ايه. طيب تعالى بعد تاكيد تعالوا نقطعش بعض, تعالوا نقطعش بعض وخليه بقى هو يكمل. هرد بس على اتفضل. اول حاجه الاختصاصات دي كلها اختصاصات كابتن سعد الحفيظ. تمام. كل اوضه لبس اختصاصات الحفيظ. ما كابتن سيد مش هيروح يقول لحسام غالي كابتن حسام غالي على ان في مشاكل في الاوضه وان كابتن حسام يعرف الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. كابتن سيد بيرفع تقريره للكابتن محمود الخطيب بوصفه المشرف على قطاع الكره اللي بيعرضها على لجنه التخطيط. يعني اذا التدرج في القرار كابتن حسام بيعرف رقم 3. فاذا مشاكل دي مش هتروح كابتن حسام. مفاجاه بقى كابتن حسام ليه 4 ايام مش موجود في القاهره, لسه راجع امبارح حضر جلسه في مجلس النواب ثم راح خضع للمسحه زي الفريق امبارح في التمرين, وكان جزء من الجلسه اللي تمت مع موسيماني هو وكابتن امير اللي حط فيها البنود. فاذا كابتن حسام غالي ما كانش موجود الثلاث ايام اللي عدوا, عشان بس يعني بقى نطلع الراجل بره الموضوع. دي النقطتين اللي بيتكلم المشاكل الفنيه. حسام حسن بالمنطق وبالعقل الخطه اللي بيلعب بها الموسيماني في الملعب مش بتاخد غير مهاجم واحد, وهو بالنسبه له رقم 2 لو طلع محمد شريف بيبرس تاو المهاجم الوهمي. فحسام يعني انت حسن شايف ان حسام حسن نزوله في التوقيت ده ناحيه فنيه وجهه نظر فنيه. لا والموقف اللي عمله شريف مع حسام حسن كمان في على ستوري في انستغرام والعلاقه الجيده ناخد مواقف فنيه على ان هي مواقف عامه. بص وحتى قال ان في مشكله ما بين محمد شريف وحسام حسن, حد قال ان في مشاكل بينهم؟ لا ما لما يعمل موقف انت في مشاكل لما يعمل موقف لبس. لما يعمل موقف زي كده مش معناه ان مفيش مشاكل. الاهلي ما عندوش ولا لاعب اقل لاعب ارتباط عقده 3 سنين. بس هقول لك حاجه